بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا احنا اليوم نلتقي مع ملك من ملوك الدنيا الأربع، مع سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله تعالى ما لم يعطى لنبي لا قبله ولا بعده من هذا النعيم المقيم، حيث سخر له الريح، علمه منطق الطير والحشر وغيرها، وبالتالي فهو من أسياد الدنيا. وكما قال مجاهد: ملك الدنيا أربع، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان ابن داود وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود ابن كنعان وبخت نصر. وإحنا سنقف مع ملكين من الملوك المؤمنين كنموذج للقيادة الإسلامية أو القيادة الربانية الرائعة التي استطاعت أن تحوز كل صفات القيادة. سنقف على صفات القيادة عند سليمان، وكذلك كيف بقدرته بصفاته الطيبة استطاع أن يجلب ملكة من ملوك الكفر كانت تسجد للشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى، ألا وهي بلقيس. وهذه المرأة التي أوتيت من العظمة وأوتيت كذلك من العرش الذي كان يعني تباهي به الدنيا، كيف استطاع سليمان أن يقنعها فتأتي إلى الإسلام وتقول: أني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم سنقف بعدها مع ذو القرنين، وكيف مكن الله تعالى له في الأرض. سليمان عليه السلام هو من هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى استخلفهم في هذه الأرض، وبالتالي مكن له هذا التمكين. قلنا أنه علم منطق الطير وأوتي من كل شيء، وهذا القرآن الكريم وهو في صفحة 318، شوف: أعطي العلم، أوتينا من كل شيء. كلمة من كل شيء حطوا تحتها خط، عارفين من كل شيء يعني ايش معناته؟ العلم. طلع هي مكتوب: العلم والنبوة، 2 الحكمة، 3 تسخير الجن وكل ما بين السماوات والأرض. هذا الذي نتحدث عنه. نقف مع الآيات القرآنية، قصة سليمان مع النملة. انت تقرأ، تفضلي، اسمك، قولي اسمك وبعطول. معلوم انه عندما نتحدث عن قضية الدولة لابد ان يكون جيش، والجيش معروف عنا هذا النمط المعهود، لكن الجيش عند سليمان نمط جديد لم يخطر على بال احد. شوفوا الجن والانس والطير، يعني هذه النعمة التي لم يؤتي لا نبي قبله ولا بعده مثل هذه النعم. شفتي؟ اذا حشر، طلعي، جمع له جنوده من جميع الاجناس، وبتحطي بين قوسين الجن والإنس والطير، هاي معناته حشرة. مش بعدين تقولي لي والله جمعنا، معناته الحشر
مش احنا يوم الحشر نقول جمعنا الناس الى ارض المحشر، لا، هنا كلمه ايش بتصير؟ الجمع، الجنود من جميع الاجناس من الانس والجن والطير، فهم يوزعون. يعني بمعنى، شفت الان طائفه منهم وزعت ورد اولهم على اخرهم، يعني بمعنى ان هؤلاء مقسمين جماعات جماعات جماعات، وكانهم كلهم جماعه واحده مع انهم مقسمين. يعني كانه ايش بقول؟ هذه فرق من الجيش، يعني عباره عن كتائب، عباره عن كتائب، عباره عن سرايا، عباره عن مجموعات، مقسمين بتنظيم منضبط تماما، وانت بتطلعي مش قادر تشوفي اولهم من اخرهم. هاي معناته يوزعون، يعني هم جماعات لكن انت مش قادره، كانهم جماعه واحده. من مين؟ من شدة الازدحام والحشر الموجودة. وبالتالي كل واحد بيعرف وين مكانه. وكذلك حتى في النظام قضية يوزعون، مش بس قضية الجماعات المرتبة، قضية اتخاذ الأوامر. يعني معروفة الرتبة التنظيمية، معروفة الرتبة العسكرية اللي موجودة، يعني بمعنى لا يمكن لأحد أن يتخطى الرتبة والمكانة تبعته. يعني احنا معروف انه مثلا بيكون رقيب، بيكون مثلا ملازم، ملازم اول بصير رقيب، بصير عقيد، بصير عفوا مقدم، بصير عقيد، بصير لواء، بصير فريق، وهكذا. ولا واحد بتخطى دور الثاني من حيث التسلسل التنظيمي او التسلسل الهرمي. لمين؟ للقيادة. يعني بمعنى ان هذا لا يمكن ان تجديه الا في دولة عظمى. وهذا لليوم اللي بتشكل كل الدول، اخذت تشكيل الجيش من وين؟ من هنا. وهذا اللي احنا قاعدين بنفتخر فيه وبنعتز فيه، واللي احنا صار في فتره من الفترات تاثرنا بالغرب وغيره، طلعوا للتنظيم، طلعوا للعمل. ولهذا انا حتى لما تكلمت في قضيه سوره الاسراء مره، استراتيجيه تحرير فلسطين من خلال سوره الاسراء، انه الافسادات لبني اسرائيل انهم لم يتم الا مرتين. وهذا صار شبه مؤكد، أن المرة الأولى في زمن سليمان واستمرت 130 سنة أو 133 سنة، وهذا لأول، لأنه لما نقول علو علوا كبيرة، والعلو لا يكون إلا إذا كان دولة وجيش وعلم. وبنو إسرائيل أو اليهود كان لهم دولة في زمن سليمان، كان دولة وجيش وعلم، وهذا اللي بنتكلم عنه. ولم تقم لهم دولة على الإطلاق إلا في وين؟ إلا في وقتنا الحاضر، صار لهم دولة وجيش وعلم. لهذا هي الإفساد الثانية، وهذا ما يؤكد لنا أنها جاءت في سورة الإسراء. يعني استعدوا أيها المسلمون لمعركة فاصلة قادمة مع يهود في فلسطين. ومعناته أنت بتقاتل دولة وجيش ولهم علم، إذا لابد أن يكون هناك أناس الآن يعرفوا هذا الجيش، موزع عبارة عن سرايا وكتائب. الآن في عندهم جيش موزع عبارة عن سرايا وكتائب، كذلك في الرتبة التنظيمية والمكانة من أعلى درجة التنظيم إلى أدنى، بعدين التلاحم، الانقياد بقضية الطاعة، يعني لا يستطيع أحدهم أن لا ينفذ أمرا أوكل إليه. كل ذلك احنا قاعدين بنتكلم، طلع فيه كلمة وين؟ يوزعون. دير بالك ايش بناخذ منها. شفت الآن، وهذا الكلام اتكلم عنه المفسرين من عشرات السنين، بل من مئات السنين. لما تيجي للقرطبي وللطبري والمفسرين تجد مثل هذا الكلام الرائع. شوفي اعلى رتبة في التنظيم، وبعدين التلاحم، الانقياد. وبالتالي انت انتبهي، كل هذا الجيش العرمرم الذي لا يمكن ان يرى اوله من اخره، من الكثرة والعظمة اللي موجودة. واذا بسليمان عندما دخل وادي النمل، وإذا بنملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني إياكم أن إيش ماله؟ أن يدوسكم ذلك الجيش العرمرم. إذن هذه النملة خافت على مين؟ على قومها. وكأنه أنت بتشمي رائحة أن هذا النملة، هذه النملة مالها؟ قيادية، قائد. الله يفتح عليك. أنا على عكس اللي الناس قالوا أنه هذا جندي من الجنود شعر بقضية الآن وجاي يسلم المعلومات، وقال أنا بقول لك صحيح ربما يكون ذلك، لكن هذا جندي فهو في مكانة قائد. هو جندي بالنسبة للأمة، لكنه هذا زعيم. الدليل أنك شايفيها زعيمة، وعطول كلامها موزون
ورصين وفهم ايش اللي بدها اياه. قالت لا يحطمن اولا ادخلوا مساكنكم، يعني انتبهوا انتبهوا ايتها الامه ادخلوا مساكنكم في خطر. دخول المساكن لا يمكن ان يكون الا وقت الخطر. وطبعا غناء بتقول اولا قالت ادخلوا مساكنكم، الهدف الاسمى شوفي عارف ايش بدها، الهدف ادخلوا المساكن. بعدين بدأت تبرر ليش لا يحطمنكم، يعني خوفا او لئلا يحطمنكم، خوفا من ان يحطمكم سليمان وهم كمان. عارفة النملة مكانة سليمان وعارفة انه مش عدو ومش جاي قاصد انه غير على قومهم ويقتل هذا العالم وهذه القرى قرى النمل، وانما وهم لا يشعرون. هذا جيش عرمرم مش معقول في خطاف مشيته بده يقعد يدور على نملة وين بيتها ومش بيتها، فبالتالي وهم مش ماشيين مش شاعرين فيكم، خاصة لصغر هؤلاء القوم لا يروا بالعين المجردة إلا بالتدقيق، فبالتالي هي حذرت هؤلاء القوم. إذن أمرت، شفتي أمرت، دليل إنها إيش قائدة، لأنها قالت ادخلوا. لو إنها جندي عادي كان ما قالتش ادخلوا، كان ما فيش أمر، ولهذا أمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. شوفوا الكلام الرائع والدقة حتى في وصف، حتى لو كانوا أعداء، حتى لو كانوا مغيرين على القرية وبدهم موتوهم، قاعد بتتكلم كلام عدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأصل حتى ونحن نتحدث عن الآخرين مش بس يكونوا أصدقاء، حتى مهما كانوا ممكن أنه نتعرض إلى الإيذاء منهم، لابد أن يقال كلمة الحق. واحد عمل بدون قصد، وبختلف أنه واحد عمل، لا هم عملوا عشان بدهم كذا، عشان بيقصدوا كذا، وحطوا الفتنة وزيد النار على البنزين أو غيره غيره، أو حط البنزين على النار واشعلها حرب وفتنة. وهذا المصيبة لليوم نرى في كثير من الأطراف حتى الفلسطينية، مصيبة أنه نرى مثل هذه القضية. الأصل في القيادة أن تبحث عن ما يعمل على اللحمة، زيادة اللحمة، التآلف بين اللي هو الشعب الآن. وفي ذلك دليل أيضا على أنه كان في موكب، طلع راكبا في خيوله وفرسانه، قال لا يحطمنكم، يعني هذول الناس جايين في جنده في عتاد، وكان فتبسم ضاحكا من قولها. مين تبسم؟ سليمان، لأنه علم منطق الطير. والمقصود أن سليمان طلع هنا سمع هذه المخاطبة من النمل لأمتها وضحك من قول السديد والرأي الرشيد الرائع، تبسم لهذا الكلام واستبشر اللي هو من ذلك. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. حينها علم أو تيقن اللي هو سليمان أو زيادة في التيقن من النعمة التي منحه الله تعالى. لا يعني لولا أنه علم منطق الحشر كان فهم ماذا تقالت أو ماذا أرادت. إذن من هنا بعض العلماء لما قالوا أجازوا تعلم لغة القوم خوفا من مين؟ من مكرهم. شوفي سليمان لو بيعرفش اللغة الأخرى كان ما عرفش إيش بدأ، كان على الأقل دهس النمل، وبالتالي وهو لا يشعر بالفعل كأنه يعني وقع في خلاف الأولى. بلاش نقول محرم لأنه مش محرم هذا، لكن على الأقل. وإحنا اليوم لما بنفهم لغة قوم آخرين أو لغة عدو بنأمن مكرهم، أو على الأقل بنفهم إيش بيقولوا عنا. إحنا مشكلتنا إنه كلام رائع قرأته للشيخ القرضاوي حفظه الله، بيتكلم في كتاب أين الخلل، بيقول الأمة فقدت الهوية والذاكرة. فقدان الهوية يعني أنا فقدت هويتي، لكن لو كنت أنا اليوم في أوروبا أو في أي مكان بعيد وراحت هويتي إيش بسوي؟ بقدر أروح أنا لأقرب مركز شرطة وبعرف عن حالي وبقول لهم أنا فلان الفلاني وضاعت هويتي، مزبوط؟ يعني ممكن إنك تهتدي وتعرف الآخرين مين أنت ومن وين جاي، مزبوط؟ وانت بتقولي انا جاي من فلسطين وبالتالي رايح على كذا، اذا عرفتي من انت وتعرفتي على الاخرين. لكن اذا فقدت الهويه وفقدت الذاكره، فقدت العقل، انت هويتك راحت وفقدت العقل، تقدر تعرف الناس مين انت؟ لا الناس عارفينك ولا انت قادر تعرف الناس. وهذا ما اصاب الامه الاسلاميه اليوم، فقدت الهويه وفقدت الذاكره. فقدنا الهويه الاسلاميه وفقدنا الذاكره. من هنا لابد ان نتعلم انه نحن كيف نخاطب الاخرين وكيف نتعامل. لهذا نحن
شوفوا الآن إحنا مش بس بدنا نفهم اللغة الأجانب، إحنا بدنا نفهم لغة الأجانب، إحنا بطلنا نفهم اللغة العربية أصلا. يعني قضية اللغة العربية، لغة القرآن، هذه اللغة الأصل نحن يعني أن على الأقل نسعى لقضية معرفة هذه الأمور حتى نستطيع أن نتعامل مع الآخرين. شوفوا هنا، تفضل. ما هو قضية أن سليمان القتل طيب عند الزجاج يحتاج للتعصيه وليس القتل. شوفي، هو الان هو في من هذا نوع من الاعجاز، بس السبب غير، السبب غير، دير بالك. اما هو ممكن تكون لفته اخرى وبنقتنع فيها. تفضل. شوفي، القتل بالعمد، الله يفتح عليكي، بالعمد. يعني هل ان سليمان قصد قتل النمل حقيقه؟ لو قال لا يقتلنكم يعني هدفه جاي للقتل، انتبهي. أما قال لا يحتمنكم يعني بأنه يدوس عليكم، بحيث هو تبين وهو مش شاعر، يعني بدون قصد. هذه واحدة. أما قال لا يحتمنكم، التحطيم يأتي لمين؟ للزجاج. هذا اللي بنتكلم فيه، هذا اسمه إعجاز علمي أو الإعجاز القرآني الذي جاء وبيّنوا العلماء أنه نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم. قضية التحطيم الآن هم بيقولوا أنه عبر الاكتشافات العلمية الحديثة أن النمل في مادة زجاجية فهو يحطم حطما، وليس قضية اللي هو إيش كباقي الحشر أو باقي الحشر الآخر، يعني في اللي هو قضية الدم وقضية الليونة والمرونة الموجودة في الجسد، لكن هذا يحطم حطما، والله أعلم بذلك. لكن أنا الآن اللي لفت انتباهي وهو قضية القتل عن تعمد، يعني بمعنى أنه جاء للقتل، جاء ليعيث في الأرض فسادا، لكن لا، سليمان عليه السلام لم يأتي للقتل، وإنما حتى الحطم أو أنه يدوس عليكم دون أن يكون قصد منه في هذه القضية. نعم، تفضل. أولا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني ربي هيئني وفقني ساعدني في قضية اللي هو الشكر لله. ماشي. الآن إذا هو لا بيقول أوزعني يعني وفقني، هيئ لي الأمور لقضية إيش؟ لقضية الشكر. لكن هناك يوزعون، بيوزعوا تقسيمات من توزيع الأمور. يا ريت بس تعلي صوتك عشان أسمعنا. فهو بتكلم عن قضية توزيع الأمور، توزيع المهام، توزيع الكذا. وش احنا قلنا لك الآن هي عبارة عن سرايا وكتائب موزعة، وكل واحد في الرتبة وفي هذا توزيع، توزيع مهام كمان. شفتي هذه القضية التي يتحدث عنها في القرآن الكريم. وطبعا تفضل. ما هي ألهمني وفقني، مش الآن بقول ألهمني وفقني ساعدني. هذه اللي القصد الموجود المباشر منها. الآن اللغة العربية يعني لها واسعة، يعني وأحيانا حتى مرات حتى الكلمة نفسها ممكن تحمل المعنى والمعنى المعاكس. شفت لما أنا بنقول، شوف الآن لما نقول جلل، الجلل معروف للشيء العظيم، لكن جلل تأتي الشيء الهين. الله يفتح عليك. المرأة اللي سألت عنه قالوا لها كيف ركب رسول الله، قال إنه يعني بخير، فقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، هينة تافهة ملهاش قيمة. لكن كلمة جلل شيء عظيم. شفت أحيانا السياق القرآني والفخم الآن، مش هيك بنتكلم عن اللغة، أحيانا مش كل واحد بيقدر حتى يتحدث في قضية التفسير إلا إذا كان باللغة، أولا بالقرآن الكريم، بعدين بالحديث، بعدين باللغة العربية. يعني شرط من الشروط أن يكون يفهم القضية اللي في قضية التفسير. عشان هيك احنا بنقول أنه شوف هناك من قضية التوزيع، توزيع المخام، توزيع الأدوار، توزيع تقسيم، حتى في قضية اللي هو الأفراد والأشخاص والقيادات، وهذا اللي احنا وهذا الكلام، هذا نوع من أنواع السؤال. اللطيفة بقول حتى أنه هنا في قضية أنه الحديث الذي دار بقول عن جابر رضي الله عنه بقول قالت أم سليمان ابن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة.
طبعا ليش هو بتكلم في هذا المراد؟ لأنه لما الوالدة قاعدة بتوصي أبنائها وغيره، فهو تذكر سليمان اللي هو هذا الدعاء أو مثل هذه القضية، فلهذا قيل أنه طلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لهما وقضية الحديث. شوف، أنا اعترض رجل الخليفة المأمون العباسي، طبعا هذه لطيفة، بقول واستوقفته لتعرض عليها مسألته، والآن هذا الرجل يعني وقف الخليفة وقعد بساله، فلم يقف له، ما رضيش يقف له. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله استوقف سليمان ابن داود عليهما السلام لنملة ليستمع لها، أما وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقال له المأمون: صدقت. ووقف وسمع منه وقضى حاجته. يعني هنا قضية، شوفي قضية سليمان، يعني أنه استوقفته نملة، وإذا احنا بنطلع على قضية النملة يعني لا مكان لها بالنسبة إلا هذا الجيش العظيم وهذه القوة والصولجان الذي كان حول سليمان، لم يمنعه، بمعنى أنه لم يدخله الكبر أو يداخل قلبه الكبر، فبالتالي لم يستمع للآخرين، وهذا اللي هو مفاد القصة. الآن مين بدأ تقرأ؟ تفضلي، واسمك؟ تفضلي يا شادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال: ما لي عادي. لا أرى الهدهد أم كان من القائلين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حسبك، من ده تقرأ؟ تفضلي واسمك. شرينش؟ فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من لا عادي عادي إني وجدت حسبك لجنب. ها اسمك؟ مريم شهاب. مريم شهاب، يلا يا مريم. فألقه ثم تولى. شهاد جديدة. وبعدين قدوم. شوف الآن، تملك لي، مش لو بالضم، تملكهم بالكسر. الآن بارك الله فيكم، شوفوا الآيات القرآنية. قصة الهدهد أولا مع النملة فيها موضع سؤال، وقصة الهدهد مع سليمان الآن هذا هو السؤال المهم في قصة سليمان. عندما نتحدث عن قضية، تكلمنا عن القيادة وتكلمنا عن كذا، لابد أن نرى الصفات القيادية الحقيقية. وتفقد، شوفوا الآن، الطير. مين تفقد؟ تفقد سليمان الطير، مش هيك؟ تفقد سليمان الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. الله أكبر، وانت كل هالجيش العظيم اللي لا يعرف آخره من أوله، من أوله إلى آخره، وبالتالي أنت كيف استطاع سليمان أن يعرف أن الهدهد غائب؟ السؤال، يلا. الله أكبر. الجيش بالملايين، لأنه من الإنس والجن والطير. الآن قاعدين سليمان، أنا متخيل
انه قاعد على الكرسي كالملوك وقاعد في عرض عسكري من كل طبقات الجيش، وبالتالي هو قاعد يشوف وملايين. كيف استطاع سليمان ان يرى ان الهدهد غائب؟ قوات خاصة. يا سلام، يعني شو اسمه، بشمرقة؟ طب ما هو الهدهد الغائب. بعدين معاكي، اليقظة والدقة التي كان يتميز بها سليمان عليه السلام، المراقبة والمتابعة لعله كان هدهد خاص معين. ايش خاص؟ ما هو قالت قوات خاصة، بس أنا بدي ايش قوات خاصة؟ ايش خاصة يعني؟ يعني مقربة في نوبات. الله يهديك، الله يهديكم. صاحب مهمة معينة، يعني بمعنى انه كلفوا سليمان بمهمة، وهو الآن في العرض مش موجود في المهمة اللي قاعد ايش ماله؟ اللي مخول بيها على طول عرفوا. يعني انت قيادات، انا قائد كتيبة وراي جيش مثلا، الان هذا الجيش اللي ماشي ما فيش كتيبة، فيش قائد له، فيش، هذه مهمة خاصة له، وبالتالي هو قاعد بيطلع على مين؟ على اصحاب المهمات الخاصة، فلم يوجد في موضعه. شفتوا من وين؟ اذا هنا الهدهد مش طبيعي، كمان مش جندي عادي، وانما كان صاحب مهمات مخول بمهمة معينة في داخل الجند. عشان هيك من السرعة في البدخية، انه انا اول ما بطلع، انا جاي على كتيبة بطلع بدخل على طول، وين القيادة؟ اذا القيادة غايبة معناته الجيش عليهم السلام. يعني بمعنى القائد الاعلى اول ما بيجي مين بده يستقبله؟ القيادات الفرعية. بعدين بيصير اذا اول ما بدخل على مؤسسة بقابلني مدير المؤسسة، مش قابلني الفراش. ومن هنا بنتكلم عن فن الاتيكيت في التعامل مع الآخرين، وهذه مشكلة وأزمة عندنا كعرب، إنه فيش عندنا قضية فن الاتيكيت في الاحترام. ومرات نرجع ذلك إلى إنه إحنا بدنا نقلد الغرب، إحنا بدنا، هذا اسمه ضعف واسمه هزيمة فكرية. إذا إحنا بدنا نصير نقول والله نرجع كل شيء بدنا نعمله ترتيب الأمور ونقول الغرب، طب ما هم الغرب إداريا وتنظيميا هو أصلا اليوم هم اللي بيطبقوا الأفضل والأحسن. إذا إحنا بس فقط إذا بنتكلم عن الغرب نتكلم عن قضية الفكر، عن قضية الأخلاق. يعني بمعنى إنه إحنا فكرنا عقيدتنا مبدأنا رباني، هم فكرهم عقيدتهم بشري يعرض إلى الأخطاء، لكن إحنا فكرنا من عند الله. الأخلاق إحنا بدنا والله أخلاق، وبدنا نعلم بناتنا كيف يتعاملوا مع الدين وولادنا، ما هو معروف أخلاقياتنا موجودة، لكن الذي نريده من الغرب النظام، القدرة الإدارية، هذا الذي نريده، الاختراعات العلمية التي توصلوا إليها، هذا ما يجب أن، ولهذا الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. لهذا سليمان عليه السلام وهو بتفقد الطير، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يعني ما دام أنا مش شايفه، يعني هل هو غائب؟ مش جاي للمهمة اللي هو مكلف بها؟ لأعذبنه. شوف الآن سليمان هذا هو الملك النبي في موكب ضخم يتفقد الطير فلا يجد الهدهد، والذي يبدو طلعي أن الجندي من القوات الخاصة وفي نوبته. هاي النوبة عارف إيش يعني؟ المهمة، يعني هو مكلف بشيء معين في اليوم هذا. أنت هو مكلف سليمان بشيء خاص فيه. شوفوا سليمان اليقظة، الدقة، الحزم، إذا بيقول ما هي سمات القيادة الشخصية عند سليمان؟ اليقظة، الدقة، الحزم. وانتبهي مع الثلاثة أن سليمان لم يغفل عن غيبة الجندي ضمن هذا الحشد الضخم الكبير. ما لي لا أرى الهدهد. وغياب مثل هذا الجندي، أو اللي هو الجندي من الكل لكن قيادي قائم بمهمة، يتعين أن يأخذ الأمر بحزم. ما دام واحد مش موجود في مكانه فش تساهل من القيادة العليا، لابد على طول محاسبة، لابد من يكون حزم وقوة. لأعذبنه، شوف الكلام الشديد، ومش بس عذاب، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، تخلص منه خلص، على أساس أنه لا يقوم بشيء بعد ذلك. ولكن سليمان مش جبار، ومش معنى ذلك أن الحزم في غير موضعه، وإنما برر ذلك. شوف الآن برر هذا الكلام أنه بدآن لأعذبنه مش جبار في الأرض، وإنما هو نبي. الأصل إنه إيش بده يعمل؟ بده يحزم في الأمور، وبالتالي أو ليأتيني بسلطان، يعني إما أن يأتي بعذر مقبول
وحجة دامغة قوية وإلا سيعذب. وهذا هي القيادة. يعني مش معناته لا أعذبنه، أنا لحزنه وراح أعمل وحكام نزل، بصيرش لحالها إلا إذا الله يفتح عليك. يعني هناك مبرر أقوى من قضية غيابه. المسألة المكلف بها مسألة خطيرة جدا، ولا يمكن على الإطلاق أن يغفل عنها القيادة. القيادة ممكن أن تتساهل في بعض الأمور الإيه البسيطة اللي ملهاش تأثير، بغض الطرف عنها، حتى أني أنا بخلق له مبرر لغيابه أو لعدم وجوده أو عدم تواجده. لكن أن يكون قائم بمهمة خاصة وأنا مش شايفه على رأس العمل وأتنازل، إلا إذا كان الحجة والمبرر أقوى من كل ذلك. وهذا ما حدث مع سليمان، لا يأتيني أو لا يأتيني بسلطان مبين، حجة قوية توضح ذلك. ويحضر الهدهد ومعه نبأ عظيم، بل مفاجأة ضخمة لسليمان. فمكث غير بعيد، يعني ظل يقرب يقرب، وبعدين له قادر يقرب من القيادة العليا من سليمان، ولو قادر يبعد بس ظل شوي شوي. لما كان قريب منه شوي فاش قال؟ أحط بما لم تحط به خبرة. طلعوا الكلام الرائع والمختصر، وكيف دخل مدخل قائد صغير بيقف أمام القيادة العليا العظمى وبهذا القدرة وبهذه القوة. أحط بما لم تحط به خبرة، أنا جايبك بخبر أنت بتعرفوش ولا عمرك حتعرفه. الله أكبر. سليمان الذي علم منطق الطير والحشر وكذا وكذا ومعاه من النعم والهدهد يعرف ذلك، وبقول له كمان أنت، يعني بقول له رغم عظمتك ورغم ما أعطاك ربنا كمان أنت بتعرفش. هنا أثار الدهشة مش بس عند سليمان والقيادة المحيطة بسليمان، القيادة العليا، يعني هو سليمان قائد الجيش لحاله، ما هو معاه من الحاشية من القيادة. وبالتالي أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. الله أكبر. يعني أنا بقيت في سبأ. أنتوا عارفين سليمان وين كان؟ في فلسطين. الله يفتح عليكي. والهدهد جاي بخبر من وين؟ من اليمن. أنت سايب فلسطين ورايح على اليمن؟ يعني بقول له أنا أولا جايب لك خبر أنت بتعرفوش، ومن وين؟ قال له شفت تطلع الاختصار والكلام الرائع، وجايك من اليمن، وبعدين خبر يقين ما فيش فيه أدنى شك إني وجدت. ما هو الخبر؟ على طول شفت الكلام، شفت الهدهد، الكلام النبأ العظيم الذي جاء به من سبأ. وبقول إيش؟ إن وجد الناس الآن تملكهم امرأة، وهذه المرأة أشملها أوتيت من كل شيء. هأجيتك من عند امرأة، يعني هم كانوا أصلا يستغربون أن تحكم الأمة امرأة، ما كانش معهود أنه النساء تحكم. وبالتالي هذا هو الخبر الغريب. وبعدين مش بس هيك، هذه المرأة أوتيت من كل شيء، كناية عن عظمة ملكها وثرائها وقوتها. يعني زيك زيها، يعني أنت عندك قوة وكذا، كمان هذه عندها من الملك. شفت الاختصار الرائع والرسالة. ولها عرش عظيم. العرش سرير كرسي، عم نتكلم ولله مثلا عرش السماوات والأرض، بيتكلم عن قضية أن العرش هو سرير الملك، يعني كرسي الملك الفخم الضخم بهذا. شفت التصوير، وبعدين يدل على قضية الطرف، على قضية الغنى، عن قضية الثناء، عن قضية القدرة الصناعية عندهم. يعني بمعنى أنه مش الصناعة مش من شيء تافه أو بسيط، لا، وإنما يدل على العظمة. وبعدين إن سألت عن دينهم فهم يسجدون للشمس من دون الله، يعني أناس الهوية العقيدة كفار. شفتوا الآن الرسالة المختصرة الرائعة؟ شفتوا قضية الإنسان لما بده يعبر على اللي بده إياه؟ مختصر كلام رائع جدا، عمال بدل على مدلولات. إذا صفة الجندي طلعي، صفات مين الجندي؟ الهدهد. يعني احنا قلنا جندي بالنسبة لمين؟ للقيادة العليا. شفت الآن الصفات؟ أولا أنه نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب، صاحب إدراك وذكاء وإيمان. أولا إدراك، أدرك أن القائد القيادة العليا أنه غيابه، أنا لما بدرك أنه أنا قضية أني أنا عملت عمل مش طبيعي، أني أنا غايب، معناته أنا مدرك إيش بدها القيادة تتخذ فيه. فلما أجا كان نبيه عارف إيش بدها القيادة فدخل عليها،
انه ايش ماله؟ احط بما لم تحط به خبره. وهنا الادراك فاهم القياده اللي قباله ايش بدها وايش بان، فادرك والذكاء كيف هو تعامل. وبعدين الايمان اني وجدت امراه يسجدون للشمس من دون الله، يعني هو مؤمن. فالذي لفت انتباهه شو هو؟ انه هذول الناس مش زينا، مش مؤمنين. وبالتالي هذا هو الهدف، انه احنا بندور على الايمان. وانا لهذا وجدت انه امراه اصلا هي وقومها قضيه على الكفر. فهو يدرك انهم يسجدون للشمس من دون الله، ويدرك ان السجود لا يكون الا لله الذي طلع يخرج الخبأ من السماوات والارض، وانه هو رب العرش العظيم. شفتوا قضيه الايمان الان؟ ما هو موقف القياده؟ طلع موقف القياده عدم التسرع. عدم التسرع من مين؟ من سليمان. وبعدين عدم التسرع فيش، مش بس في قضية لا أعذبنه وقال لا، لا كمان الآن عدم التسرع الآن. هو هناك قال أو لا يأتيني لا أعذبنه، كان حزم بدون تسرع مش هيك؟ ولما جاء الهدهد كانت القيادة حازمة وبتسمع، كمان ما تسرعتش. الدليل أنه جاب لها الخبر، كان الأصل من سليمان أن يأخذ هذا الجيش ويغير على مين؟ ناس قاعدين بيشذوا للشمس، وهذا نبي وملك. نبي يعني جاء لرسالة ليبلغ منهج الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يملك من القوة، يملك من القدرة، يملك من العظمة ما يمكن أن يستوي على العالم بأسره. شوف واحد عنده جيش من الإنس والجن والطير يعني بيستولي على العالم، ومع ذلك لم يأخذه الكبر ولا التسرع في اتخاذ القرار، إنما أراد أن يتثبت حتى لو كان الهدهد مش بس صادق، وعلى يقين من المعلومات. شفت الآن مكانة الهدهد قيادة، وبعدين صادق ومؤمن، وشوفوا ذكي وقائد. كل الصفات كانت فقط تعطي سليمان أنه إيش ماله؟ يصدقوا في كل شيء ويأخذ الأمر مسلمات ويتصرف. ولكن مع ذلك شفت القيادة الحكيمة؟ لا 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 لا، أيوة سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ومباشرة دون مواربة من القيادة العليا، يعني ما فيش فيها مجاملة، وإنما الآن قال له طيب حنشوف أنت صادق ولا كاذب. ليه؟ لأنه أي خبر الله يفتح عليك، أي خبر يحتمل الصدق أو الكذب، معناته يا صادق يا كاذب. وهنا قضية بصراحة سليمان، يعني ما فيش مواربة، أنت جبت لنا خبر بدنا نشوف. لكن هذا ليس اتهام، إحنا مشكلتنا لو صارت اليوم مصيبة وكارثة. شفت القيادة؟ أيوة على طول مباشرة، فيش مماجهة. بعدين بالذات في قضية القيادة العسكرية والقيادة العليا اللي ماسكة زمام الأمر، الأصل ألا يجامل أحد، فيش فيها مجاملة. وبالتالي واحد من الاثنين، اذهب بكتابي، طلع الاختصار، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم. أعطاك إنه اختصر، أعطاه رسالة، والرسالة الهدهد بيعرفش ايش اللي فيها، وخلصنا مغلقة رسالة سرية. بدك تروح على هؤلاء تعطيهم إلى ألقها، يعني ما تسلمهاش مباشرة، بدك ترقيها سريا، يعني أن تحطها تخفيها. ثم تولى عنهم جانبا، أو بعض العلماء قالوا لا هو سلمها إلهم، لكنه بعد التسليم لابد أن يختفي أو يختبئ في مكان ليستمع ردة الفعل الموجودة عند هؤلاء. بده يجيبوا بالخبر، مش بس بدك تلقي الرسالة، بدك تشوف لي هم شو ردة فعلهم بالنسبة للرسالة. شفت الكلام؟ أو أنا بقول فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. شوف إيش الكلام. ولا أنا لا يعلن هنا في الموقف فحوى الكتاب، فيظل ما فيه مغلقا حتى يفتح عند مين؟ عند الملكة، ويعلن هناك ما فيه. وهنا قضية شوف السرية، قديش الهدهد مع أنه هو صاحب الكلام حتى ما اطلعش على في الرسالة. احنا اليوم يا حبيبي حب الفضول، حب الفضول القاتل. وبعدين شفتوا قضية الدقة حتى في التعامل بين الجند والقيادة والمرتبة. هنا بنتكلم هيو تعليم عملي، لسه مش كلام نظري، هذا عملي، تطبيق عملي. انه قائد جاب الاخبار، وارجع انت كمان، انت نفسك اللي بدك تقوم بالمهمة، لانه اعرف من الاخرين بمين؟ بالمكان، بالظروف الآن، لأنه هو اللي خلاه يصل للقوم ويستمع إيش بقوله، وعارف إيش دينهم، وشايف كل شيء عنهم. إذا أكثر واحد راح يقوم بالمهمة هو، مع أنه مش رسول لكنه أرسله. وبالفعل إذا هنا سليمان تصل ها رسالته إلى مين؟ إلى ملكة سبأ. قالت يا أيها الملأ
إني ألقي، طلع الكلام، إني ألقي إلي كتاب كريم. هي لم تقف على قضية كتاب، معناه كتاب يعني رسالة، ماشي الحال، مخطوطة، لكنها وصفته بأنه كريم. لماذا؟ هي فتحت الرسالة، قرأتها فتأثرت بها، وعلمت أن هذا الكلام ليس كلام كباقي الملوك، كتاب طلعي كريم. تصف هذا الكتاب بهذه المكانة وهذه العظمة، وإنه من سليمان بنه، بسم الله الرحمن الرحيم. على طول بدأت تسرد، ألا تعلوا علي وأتوني. الله أكبر، شوف الرسالة المختصرة من سليمان. ما تتكبروش، إيش قال لهم؟ لا تتكبروا بملككم ولا تتكبروا بما تملكون من قوة، وعليكم أن تأتوني مسلمين لله. شفت رسالة الدعاء؟ فيش فيها لا مجاملة ولا رهيك ولا هيك ولا هيك، ومختصرة وما فيش فيها إساءة. صحيح. لا أنا كمان يعني بتكلم، هو البسم الله افتتاحية، لكن ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، سطر واحد لخص كل الرسالة. الله يفتح عليك. يعني بمعنى ما كانش إحنا اليوم رسالة تعالوا ودوها لفلان ونشوف إيش رأيه بده يتعامل معنا، ولا يقعد معنا على الطاولة، ولا ما يقعدش، ولا نفتح معبر، ولا هو الآن العدو بيفهم قضية رسائل مثل القضية مصيبة. هذا دليل ضعف. اسمعي، كل ما كانت الرسالة مطولة وقاعد بتشرح مصيبة. أقول لك، حتى عند الرؤساء، أي رئيس أي وزير بيقف وبيكون كلمته أكثر من ثلث ساعة، اعرفي أنه لا يفقه من الحياة السياسية شيء على طول، حتى بالعكس بغض النظر من هو. عارفي ليش؟ أنتوا شوفوا الآن في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول لما بيطلع الرئيس بده يلقي كلمة، أولا كلمته مكتوبة ومش هو اللي كتبها، يعني بمعنى أنه طقم كامل من الاستشاريين بيراجعوا الكلمة بالدقة، وعارفين لأنه هذه اسمها عبارة عن، شوف الآن كلمة الرئيس أو كلمة الزعيم أو رئيس الوزراء يعني عبارة عن رسائل، 1 2 3 4 هي ملخصات رسائل، رسائل تكون أولا إلى شعبه، رسائل العالم العربي، رسائل إلى من العالم الغربي. قاعد أنت بتخاطب فئات مختلفة، في عندك صديق وفي عندك عدو، فالكلمة محسوبة. أنا على طول بطلع رايح لهدف، بعطي بسم الله الرحمن الرحيم الملخص التالي، وأنجزت الرسالة، وجهت رسائل اللي أنا بدي إياهم ونزلت. أما والله خطبة وقاعدين، عارفين زي مين؟ زي إحنا الدعاة والمشايخ والعلماء، بدهم يعملوا معاه مقابلة على الفضائية، بس المقابلة بدهم ياخذوا منه دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستهديه، راح الدقيقتين. وبعدين في الاخر لو قاطع كلامه متجايب منه كلام، هو الكلام لا بدا ولا حط وسط ولا كلام، بده بدايه وسط موضوع متن وبعدين بختم. اذا بدي كلام معروف، كلمات معروف. خلاص انا الان بسم الله والحمد لله وبتكلم مثلا، هاي اختصار، بسم الله انا مسلم والحمد لله حمدت الله، وهي ملخص لمين؟ لكل مقدمة اللي انت بتعملها. وقال ليش الفايدة من اقول الجليل العظيم الوزير؟ بعدين بصير هذا الكلام. اذا احنا بنقول انه هنا ملخص للكلام، اذا الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا ايها الملأ، الان شوفوا القيادة العظيمة، مع انها كافرة الا انها تستشير. الله يفتح عليك. قضية الاستشارة وقضية الشورى ركن مهم من أركان القيادة والتمكين. ولهذا الآن يا أيها الملأ أفتوني، أشيروا علي في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تقرون وتعطوني إيش ماله. شوفوا الحاشية بالاستعداد للعمل، كلهم إيش قالوا؟ نحن أولي قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله أكبر. أولا يعني إحنا رجال أصحاب قوة، وإحنا بتودينا على الموت بندخل، لكن إحنا قضية المسألة السياسية راجعة إليك. شوفوا الآن لماذا قال والأمر إليك، ليش ما قالش مدام إنه شورى إذا الأمر للكل، لكن ليش إليك؟ كلمة الأمر إليك. السؤال سين، وهذا دير بالك. رجاحة العقل. هي الركن الاساس في الحكم. ايش اسمك؟ فهريه العقل. فهريه العقل. تكره الحكم. انا هي الركن الاساس في
ايش يعني الاساس في اتخاذ القرار؟ ان الامر يرجع اليها. ماشي، كيف يرجع لها؟ ما انا ما اقول لك، انا بقول لك كيف يرجع اليها. انا السؤال بقول لك كيف، لانه الامر بده يرجع لها. كلامك 100%. يعني في حال ما تخوض حرب هي تتحمل المسؤوليه. تتحمل المسؤوليه. المراه العاطفه بتكون عندها يعني. الله يهديكي. الامر رجع يعني بمعنى انه انا قائد، انا قائد بشاور، لكن في النهايه القرار لي. هاي معناته يرجع لها، يعني بمعنى ان القرار بيد القيادة. اكتبي. إذا أول شيء إنه الآن القيادة إيش مالها؟ الأمر راجع إليها. فهي لما بدام أنتوا قلتوا زي هيك، فإذا لابد أن تقول قولة الفصل. ماذا قالت؟ إن الملوك طلع أشكال المرأة. شوفوا كمان الذكاء عند مين؟ عند بلقيس. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يعني أنتوا عارفين اللي جايكم كتاب من ملك، وإحنا خايفين إنه هذا القائد إنه يفسد في الارض. وانتم عارفين لما يجي يدخل الارض معناته انتم حتتعرضوا للقياده، اول ناس هتعرضوا للقتل وللايذاء ولغيره. وجعلوا اعزه اهلها، يعني انتم راس الهرم اذله، وبالتالي كذلك يفعلون. لكن اذا بدكم رايي، طلعش قول انهم اذا دخلوا طبيعه الملوك، طلعش كتبت هي العنوان، كتبت لك طبيعه الملوك، انهم اذا دخلوا اشاعوا فيها الفساد، انتهكوا الحرمات، حطموا القوة والمدافعة، وعلى رأسها رؤسائهم، لأنه على طول القيادة لازم هي أول ما بتتحمل تدفع الثمن. بعدين لكن إذا أنتم بدكم بدل ما يكون حرب وموت ودمار وطلعي وبعدين إذلال إلنا، لا أنا بس بدي أقترح عليكم اقتراح إنه أنا بدي أرسل لهم هدية، هذه تلين القلب، فيها من المودة، وقد نفلح أو ننجح في تأجيل لقضية القتال أو المعركة. شوفوا الآن، أيوة بجس نبض. شوفوا الآن لماذا بلقيس فكرت قالت إني مرسلة بهدية. يلا تفضل الآن هيني إلك. للدنيا وامور الدنيا فيرضى بذلك. اما ان كانت عقيده خلينا نكمل. خلينا بعيده بعيده بعيده. ها، طبيعه المراه، طبيعه المراه دائما المراه بتفكر في الهدايا، حتى عن زوجها اللي هو ليل نهار عندها. واللي اقول لك انا بقى كل مالي القبضه بقبضها بحطها في دم حذيفه، بدك اكثر من هيك؟ ومع ذلك قال والله جبت ولا. يعني بمعنى انه المراه دائما تبحث عن ايش؟ وبعدين خاصه اذا كان عيد الميلاد، اذا عيد الزواج، اذا عيد اول لقاء التقيت فينا، وقتيش يوم خطبتني، وقتيش ضحكت في وجهي. انا بقصد انه يعني المراه دائما طبيعه المراه انها تميل الى مثل القضيه، فلجأت. شوفوا يعني بمعنى ان بلقيس رغم انها ملكه لم تفارقها عاطفه المراه. نظر لا 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 مش قضية الدنيوية إن شاء الله. الآن يعني بقصد أن المرأة رغم أنها ملكة وفي مصدر القوة، إلا أنها لجأت إلى قضية العواطف النسائية فاستخدمت هذه القضية، وبالتالي أنه دفعت لما وصلت الرسالة أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. من هنا قضية وصول الرسالة استنكر قضية سليمان أن تشتريه اللي هو بلقيس بالمال. قال ارجع إليهم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير، طلع ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل. راح قل لهم ارجع في رسالة ثانية. راح هذا كلام الملوك لما متذكرين في قصة الدولة الأموية، قال من ملك كذا إلى من خليفة المسلمين إلى نيكفور كلب الروم، إنه إذا وصلتك رسالتي هذا سيكون جيش أول عندك وآخر عندي. شفتوا تهديد وقوة. والآن نفس القضية لأصحاب الإيمان، إنه أنا لا نشترى بالمال ولا بالدنانير، لو ملأوا ملء الأرض ذهبا لن يشتروا منا المبادئ والمواقف وغيرها. وبدأ بل أنتم بهديتكم تفرحون. من هنا بدأت له بلقيس عليه السلام لما جاء سليمان، قصة مفادها أنه حط لها العرش عشان يدلل أنه أنا عندي قوة أعظم من قوتك. ولما جاءت فرأت هذه العظمة مع أنها رفعت عن ساقيها وحسبته لجة، فضحك وقال لها الآن كأنه هو ذكاء منها. أنا بدي أركز بس على النقطتين، بنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.